بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا ينهاكم، شوف تسامح الإسلام، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني العداوة بتاعنا تقف وقتلي ما باش قتال. أنت على دينك ونحن على ديننا، لكن ربي لا ينهاكم عن يعني في العلاقات الدولية والحاجة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، أو بنو صهيون وقتاش شاركهم وقاتلوني بطريقة أو بأخرى، بجوسسة، بكيد، باغتيالات، بمحاكمات سورية والمجر، باش يوريوا لإسرائيل عند قوانين تحترم أثناء المحاكمات. وده لا يقين فيه أبدا، بل نشك، بل نقول شبه جازمين أنهم أعداء أي عدل يقع بين خلق الله أجمعين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، ورينا قتال وإخراج، وبنو إسرائيل هم الفائزين عبر تاريخهم، اقتل العرب بدون رحمة ولا شفقة، اخرجوهم من دياري، ماذا يقع في فلسطين؟ سيقعوا المناسبة، وكانت إنجلترا خاصة هي موطن الصهاينة، وكان الحكم فيها للصهاينة من حيث لا يظهرون ذلك. والدليل اللي كونه بريطانيا ماهيش سليمة، أنا دائما تحب تغزو، وشكون يحب يغزو؟ هو بنو إسرائيل، ما يشربوا من شيء، وش نقولوا العجل، هات المال مهما كان الطريق، هات المال، يجيو يخطو الشبان في إفريقيا ويهزوهم على أسوأ الحالات في سفن، وسفن تلقى حتى القبو نتاعها واطي باش يتعذبوا، ويحطوهم واحد بجنب الآخر كي مغرفة ملعقة وملعقة أخرى، ملعقة من هنا وملعقة من هنا. شوف الجهل بكرامة الإنسان والعداوة التي لا أصل لها إلا من بنات أفكارهم الفاسدة. أخي عناه شوية الأسفان من خطف وتهجير واستغلال باش يخدموا خدمة يعتبرها الصهاينة، وكلاب الكرير اللي في يدهم من يدعون النصرانية باش يخدموهم في عقول القصب السكري وغيره وغيره. التاريخ مع طريق العياذ بالله بتاع بني إسرائيل عمره ما كان فيه خير، إلا إذا كان يحبوا يضيعوك، يزينوا أرواحهم اللي شعب الله المختار وأبناء الله ومعه وأحباؤه. وبنو النصرانية نفس الشيء، هما تبع أصلا يهودي، بعد حالتهم يهودية من حيث لا ظهور أنهم كما تقول أنت معادين لليهودية، هم كيف كيف بقى هيا نعطيه اليهود خصائص، ونحن لنا خصائص حتى نبعدوا من أفكار الناس اللي هؤلاء وهؤلاء هم يهود مهما اختلفت أسماءهم يهود. وهذا مأمور الكرم، لأن من بني أمية إلى الآن عندهم خلط بين المغضوب عليهم والضالين، وذاك علاش ربي غضب عليهم وفي الضلالة يعمهون. نسأل الله السلامة من كل الآفات، آمين يا رحمن يا كريم.